يوم 15 من يناير عام 2006، يوم لا ينساه أهل الكويت، حيث استيقظوا على نبأ رحيل أمير القلوب أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والذي وافته المنية في هذا اليوم بعد مسيرة استمرت 29 عاما على سدة الحكم، كان عنوانها العمل المخلص والإنجاز في جميع المجالات. الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه هو الحاكم 13 لدولة الكويت، والذي قاد بعد توليه مقاليد الحكم الكويت نحو التقدم والازدهار في مختلف المجالات والصعد، ونقلها من دولة صغيرة في مساحتها إلى كبيرة في وزنها السياسي والاقتصادي والخيري، حتى وصلت مشروعاتها التنموية إلى شتى أقطار العالم. حنكة الأمير الراحل وسياسته الحكيمة ورؤيته الثاقبة مكنت الكويت من تجاوز المحن والأزمات التي مرت بها، لا سيما خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث شهدت الكويت خلال فترة توليه للحكم نهضة عمرانية شاملة بشكل لافت. ولعل أبرز المحطات التي تجلت فيها حنكة وحكمة الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه هي ما مرت به البلاد خلال محنة الغزو العراقي الغاشم عام 1990، حيث لعبت حكمته وخبرته في حشد الدعم الكبير من الدول الشقيقة والصديقة لطرد قوات الغزو بعد 7 أشهر وتحرير الكويت بالكامل. وبفضل السياسة الحكيمة التي تميز بها الأمير الراحل والتفاف أهل الكويت حول قيادته، عادت دولة الكويت إلى مواصلة مسيرة النهضة والخير والعطاء وسرعة إعادة إعمار البلاد وإزالة آثار العدوان الغاشم. فبعد 14 عاما لا زالت وستظل ذكرى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عالقة في قلوبنا، وسيظل يوم 15 من شهر يناير يوما حزينا على أبناء الكويت بالبكاء وذرف الدموع لأمير هز مشاعر العالم بخطابه التاريخي، الذي تفاعل مع هذا الخطاب أعضاء الجمعية العمومية في الأمم المتحدة في يوم 27 من شهر سبتمبر عام 1990، تعاطفاً ومساندة مع بلد اختطف في وضح النهار والذي وجد صداه في جميع أنحاء العالم.